اللي شخصها القرآن الكريم للانحراف نقدر نعبر عنها هي الدائرة العامة، الدائرة العامة اللي هي تشمل كل الكافرين مشركين، كافرين مشركين، الكافر اللي ما يعتقد بالله تماما، أما المشرك اللي يضع لله شنو شريكا في ملكه، هذا هو الفرق بين الكافر والمشرك. الكافر الآن هذا الملحد اللي أصلا ما يعتقد بخالق للكون، ما يعتقد بوجود خالق الكون. المشرك لا، يقول الله وأكو يا جماعة هم يشتغلون، وذولا اللي يشتغلون هم يعني بمعزل عن الله، مو بحاجة إلى الله، أو هم يعملون من خلال الله تعالى، لا، هو كل واحد هم إله بذاته. وهي دائرة الانحراف، هذا اللي يعتقد أنه الكون إجا من دون خالق، كيف إجا؟ شلون إجا؟ انحراف، انحراف عقلي أصلا. وهكذا اللي يعتقد بأن لله شريك، هذا عنده انحراف عقلي، لأن طبيعة العقل وطبيعة التفكير السليم تقول ما قاله القرآن الكريم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني لو كان أكو شريك لله تعالى ما راح يكون الكون منتظم، وبما أن الكون منتظم فمعناه أن اللي يدير الكون شنو؟ واحد، لأنه إذا صاروا اثنين راح تتعدد الإرادات، من تتعدد الإرادات راح يكون أكو فوضى، كل من يريد يفرض إرادته على الآخر، كل من يريد يمشي فكرته على الآخر، بالنتيجة راح يصير فوضى، ما راح يكون نظام موحد. أما بما أن الكون منتظم فمعناه منظم الكون هم شنو؟ هذا تفكير سليم، حقيقة تفكير سليم، تفكير منطقي وسليم وإلى آخره. بالنتيجة اللي يعتقد بأن الكون جاء من دون خالق هذا عنده مشكلة في تفكيري، واللي يعتقد طبعا هسه هذا أنا قاعد أبينه ببساطة، وإلا بحث الإلحاد أنا طرحته برمضانين، إذا شبابنا لهم خلق يتابعون مثل هذه الأبحاث، رمضانين هنا بالبصرة، في رمضانين أنا طرحت بحث الإلحاد، سميت البحث ضرورة الدين وشبهات الملحدين، قرابة 45 محاضرة تكلمت بكل تفاصيل الإلحاد، والكتاب الآن قيد الطبع، المحاضرات كتبت كبحث المعاد اللي نزلناه ولله الحمد، بحث المعاد انطبع وانتشر، الآن كتاب الدين والإلحاد سميناه راح ينزل بالسوق قريبا، حققناه كملناه وهو الآن قيد الطبع إن شاء الله تعالى.